صباح جنين مدينة ومخيما شمالي الضفة الغربية المحتلة. اقتحام من بضع آليات للاحتلال الإسرائيلي. صوت رصاص حي يسمع هنا ومواجهات مسلحة مع فصائل فلسطينية. كبيرة كانت العملية الإسرائيلية التي تجاوزت جنين، إذ تتحدث صحيفة يديعوت أحرنوت عن قوات خاصة من الكوماندوز وغولاني وأغوز في اقتحام مخيم ومدينة جنين وقرية يعبد ومدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية، اقتحامات وحملة اعتقالات. عملية اليوم امتداد لما جرى بالأمس، إذ اقتحم الاحتلال المخيم ذاته، استشهد خلالها أحد عناصر حركة حماس وأصيب آخرون برصاص حي. لكن الاحتلال وسع من إجراءاته. إغلاق للحواجز الإسرائيلية المؤدية للمدينة، حصار بات كعقاب جماعي رسمته الحكومة. بالتوازي نعمل في جبهات معادية أخرى قريبة وبعيدة ليلا ونهارا من أجل اجتثاث جذور الإرهاب. سنصل إلى كل مكان يلزم وفي أي وقت لقطع دابر الإرهابيين. بل أن الأمر قد يعيد مشهد عملية السور الواقي الإسرائيلية عام 2002 في جنين. هو ما تحدث به وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عمر بارليف، الذي دعا للاستعداد لعملية مركزة وكبيرة على مخيم جنين. بين 13 و18 من أبريل من ذاك العام اقتحم الإسرائيليون المخيم بقوات شاركت فيها عشرات الدبابات. هجوم كبير قتل خلاله 23 جنديا إسرائيليا في قتال عنيف، واستشهد 58 فلسطينيا وقتها. لكن الاحتلال سوى مناطق سكنية كبيرة بالأرض. يبقى مخيم جنين معضلة أمنية، بدا الاحتلال عاجزا عن إحداث خرق فيها. وبين عملية السور الواقي ويومنا هذا تختلف الوقائع. فرئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك أريال شارون وحد الإسرائيليين وهو يجهزهم لعملية بهدف إنهاء سلطة الرئيس الراحل ياسر عرفات حينها. أما اليوم فالضعف يضرب الحكومة الإسرائيلية، ما قد يمهد السيناريو لعملية سور واق أخرى لإعادة ترميم أصوات الناخب الإسرائيلي.